في الصباح التالي أخذ راؤول هيلاري إلى أخصائيين في أمراض النساء. أربك راؤول هيلاري بطرح الكثير من الأسئلة المعقدة على الطبيب الذي بدا مسرورا وهو يجيب عليها مع تفاصيلها العلمية. أما هيلاري فقد شعرت بأن كرامتها جرحت وهي ترى راؤول يكشف عن اهتمامه بطفلهما للطبيب ولكن ليس لها. ثم تساءلت بفزع عما إذا كان زوجها يمثل للحفاظ على المظاهر فقط. في الأيام الثلاثة التي تلت كانت تعاسة هيلاري في ازدياد. كان راؤول يتوجه إلى المصرف مع شروق الشمس ليعود في المساء متأخرا. لم يتناول معها وجبة واحدة كما لم يقم بأي جهد لكي يخفف التوتر بينهما، لكنه اعتاد أن يتصل بها هاتفيا مرتين في اليوم متفقدا حالتها. بدأ أن هذه هي العلاقة الشخصية الوحيدة التي كان مستعدا لها، لأن الباب الموصل بين غرفتي نومهما بقي موصدا، كما أن تهذيبه البارد معها كان يبعث القشعريرة في كيانها. وفي اليوم الرابع استيقظت مع بزوغ الفجر فاستحمت وارتدت ملابسها لتبدو مقبولة في رفقته دون إفراط في الأناقة أو الإثارة، ثم أسرعت تنزل السلم لتشاركه الفطور. توتر وجهه القوي وأخذ يتأملها مقطبا. لماذا استيقظت في هذه الساعة المبكرة؟ أردت أن أراك وهذا لا يكون إلا على الفطور أو بالمقاطعة المحرمة في مكتبك. وبدت ابتسامة حازمة على شفتيها وهي تنظر إليه برجاء وكأنها تقصد المزاح بكلامها هذا. استقرت عيناه الذهبيتان على العباءة التي كانت ترتديها والتوى فمه الشهواني الواسع بشكل خفيف للغاية. كانت هذه العباءة المصنوعة من أفخر أنواع الحرير تغطي جسدها من عنقها حتى أخمص قدميها بحشمة اعتبرها غاية في الخداع، وكان خصرها النحيل بارزا ليس بسبب الحزام العريض وحسب، بل بسبب امتلاء صدرها وبروز وركيها. وضع فنجان قهوته على المائدة بعنف فيما تناولت هي بعض التوست وقلبها يخفق كالطبل. كانت تعي وقلبها يتعذب أنه يتأملها وأن التوتر يسود الأجواء. أنا بللت شفتيها بلسانها وهي تلتفت لتواجهه مسكتة كرامتها ومن دون أن تفكر فيما سيكلفها ذلك. إنني أفتقدك، لا أريد أن أسمع هذا. وألقى جانبا بصحيفة الصباح ثم هب واقفا وبسخرية لاذعة قال فيما هي تنظر إليه وقد اتسعت عيناها وانفرجت شفتاها بذهول: لا أرغب في ذلك حتى لو صعدت إلى المائدة ورقصت. ورمقها بنظرة ازدراء لاذعة: عندما أرغب فيك سأخبرك. اغلورقت عيناها بدموع الإذلال وجلست تصغي إلى سيارته وهي تبتعد. حسنا، وعذبتها المشاعر، لن تدعه يفلت من عقابها بعد معاملته لها بهذا الشكل وكأنها مومس. وما كان ينبغي لها أن تعود معه من ساردينيا، كان هذا خطأ بالغا. لقد أظهر بوضوح احتقاره لها وستكون ساذجة إذا تركت زواجهما ينتهي بهذا الشكل. قبل أن تغادر سويسرا عليها أن تنتقم من راؤول وتجعل راؤول يرى كم أخطأ في حكمه عليها. وأخذت تذرع غرفتها جيئة وذهابا لتقرر في النهاية طريقا واحدا سيمكنها من تحقيق هذه النهاية. عليها أن توقع وثيقة قانونية تثبت أنه ليس لديها أي أطماع مادية. هي تعرف الشخص المناسب الذي عليها أن تلجأ إليه، إنه محاميه بول الذي سيسره جدا أن يراها توقع على وثيقة تؤكد أنها لن تطالب بأموال ساباتينو. بعد إذن ستغادر سويسرا محفوظة الكرامة. وعندما وصلت في وقت لاحق إلى مكتب المحامي دخلت إليه مباشرة. أدهشها أن يستقبلها بول على الفور وأجفلت حين حياها وشكرها كثيرا على قدومها. أرادت آنيا أن تزوركما أنت وراؤول وتعتذر، لكنني لم أوافق على هذا وفضلت أن أدع الأمور تهدأ أولا. لقد هددتك وأخفتك، صدقيني هذه ليست عادتي في معاملة النساء.
فقالت تخفف عنه: أنا واثقة من ذلك. عندما أدرك راؤول أن اختفائك كان بسببي، أنزل السماء على الأرض، وأنا لا ألومه. لم يكن هذا ذنبك، لا تحاولي مواساتي، لقد تدخلت في أمر ليس من شأني. بدا واضحا أن علاقتكما كانت قوية للغاية، وأنا لا أعلم ذلك، فتسرعت وتصرفت بغطرسة معتقدا أنني أنقذه. وهل راؤول بحاجة إلى إنقاذ؟ وكأنه هو ضحك بارتباك. على أي حال، لقد انتهى هذا كله الآن. في الواقع جئت لأراك لسبب مختلف جدا. وأردفت محاولة التظاهر بالهدوء: إنني بحاجة إلى محام لينص وثيقة قانونية وبسرعة. عندما حدثته باختصار عما تريده، لم يستطع بول أن يخفي ذعره. لكن مستند من هذا النوع سيجعلني في موقف خدمة مصالح متضاربة. لا يمكنني أن أمثلك وأمثل راؤول بينما أنتما متخاصمان في القضية نفسها. أنت بحاجة إلى نصيحة من محام مستقل. تصلب جسمها إحباطا ووقفت: لا بأس. تردد بول قليلا ثم عاد يقول باهتمام: بصفتي صديقا، كما أرجو أن تعتبريني يوما ما، أريد أن أنصحك بعدم سلوك هذا الطريق. أخاف كثيرا من أن يسيء راؤول فهم دوافعك فتجرح كرامته. في طريقها إلى المنزل، أقرت هيلاري بأن بول رقيق للغاية. إنه نقيض راؤول، ولا يمكن أن يوافقه على طريقة تفكيره، على مشاعره العقلانية الباردة. مهما حاولت، لا يمكنها أن تجمع بين راؤول ومفهوم الكرامة المجروحة في الوقت نفسه. يرى راؤول نفسه بعيدا عن الخطأ وعن الانتقاد، وهي وحدها المعرضة دوما لجرح الكرامة. إنها تتساءل الآن عما جعلها تصل إلى هذا الحد في سعيها كي تثبت لراؤول أنها لم تبحث عن الثراء منذ البداية. لما ما زال هذا يهمها؟ إنه لا يحبها، وهو يظن بها الأسوأ. حتى رؤيته لها على مائدة الفطور أزعجته. من الصعب أن تتذكر كم كانت سعيدة معه منذ أيام قليلة فقط. هو الأصعب من ذلك هو أن تتقبل فكرة أنهما سيتجاوزان بسلام هذه الفترة المريرة. المشكلة هي أنها لطالما رضيت بالقليل من راؤول ساباتينو، كما أن ما تلقته عن استحقاق قليل للغاية. لكنها أصبحت من النضج بحيث يمكنها أن تبحث عن مصلحتها، فتحسب حسابا لاحتياجاتها، ومن ثم تنسحب من العلاقات المدمرة. لن يخبر راؤول إيما قط بحقيقة زواجهما. في الواقع لقد عجبت لنفسها كيف صدقت تهديده القاسي ذاك، فهو نبيل للغاية. لكنه ما كان ليتباهى بهذا، لأنه يعتبر المباهاة ضعفا. لعلها تشبثت بذلك التهديد واتخذته عذرا لتبقى مع راؤول، إذ كانت متلهفة إلى إيجاد أي عذر. لكن الأمر انتهى الآن، وعليها أن تسترد كرامتها. إنه فاسد، وقد حان وقت خلاصها منه. رن هاتف السيارة، وكان المتصل راؤول. مجرد سماع صوته العميق كان كافيا لكي يجعل مشاعرها تفيض. أرجوك لا تسألني عن حالي، لأنني أعلم أنك لا تهتم حقا لأمري. سأتركك، وأرجو أن تعيش مع أموالك الغالية على قلبك بالرفاء والنعيم إلى أبد الآبدين. ووضعت السماعة بعنف فيما أخذت ترتجف. ارتعشت لما خرج لتوه كالبركان من بين شفتيها، لكنها الحقيقة، وهو يستحق أن يسمعها. لقد رمى بحبها في وجهها ورفضه، وهي ستصب حبها كله على طفلهما بدلا منه. وأخذ الهاتف يرن فتجاهلته، كما رن هاتفها الخليوي فأقفلته، إذ لم يعد لديها ما تقوله. وبعد نصف ساعة كانت في غرفتها تحزم أمتعتها، عندما انفتح الباب بعنف وبرز راؤول عند العتبة. لا يمكنك أن ترحلي، لا يمكنني أن أعاني من ذلك مرة أخرى، هو شتم بعنف. فوجئت بهذا الهجوم الصاخب الذي كان بعيدا عن صفات ذلك الرجل الهادئ المنضبط الذي تعرفه، وأخذت تحدق إليه.
كان شديد الشحوب متوتر الملامح، واشتبكت عيناه الغاضبتان بعينيها. هل لديك فكرة عما عانيته في الفترة الماضية؟ ألا تعرفين ما عانيته؟ جمدت مكانها أمام مشاعر لم يظهرها من قبل، ثم هزت رأسها نفيا. يا إلهي، ذلك الأسبوع الذي مر بي قبل أن أستعيد ذاكرتي كاد يقتلني. لقد اختفيت فجأة من دون أن أعرف السبب. رحلت عن حياتنا تاركة لي 4 أسطر اعتذارا، وكأنك تلغين دعوة إلى العشاء. كان هذا أمرا لا يصدق، حتى أنني لم أعرف أين أجدك. كدت أجن قلقا. بعرت هيلاري لما كان يخبرها به. لم أظن أبدا، بل لم أتصور قط أن يكون شعورك على هذا الشكل. كان يفترض بك أنت أن تخبريني حقيقة زواجنا. أحنت رأسها وهي ترى أنه محق في لومه هذا. كانت جبانة فألفت أعذارا لنفسها. جل ما هدفت إليه تلك الأعذار هو أن تحفظ ماء وجهها على حسابه. فضلا عن ذلك، كيف أمكنها أن تكون عديمة الإحساس إلى حد لم تفكر فيه في تأثير اختفائها عنه؟ تعلقت نظراته بنظراتها حين حاولت أن تحولها عنه تجنبا لتفحصه الدقيق لها. كنت أثق وأعترف أن هذا الخيار كان الخيار الوحيد أمامي في البداية، لكن علاقتنا تطورت بسرعة فتخليت عن الحذر معك. أعتقد أننا زوجان عاديان، وتعلمت أن أعتبرك زوجتي. وفجأة وجدت هذا كله ينفجر في وجهي. شعرت هيلاري بغصة، فمنذ أعادها من لندن وهي ترفض أن تعترف إلى أي حد ساهم سلوكها في زيادة غضبه وعدم ثقته، وشعرت بالخجل. لابد أنني بدوت لك أنانية للغاية، لكنني صدقني لم أكن أظن أنك ستفتقدني إلى هذا الحد. أطلق راؤول ضحكة تفتقر إلى البهجة. ماذا تظنينني، قطعة من الخشب؟ فواجهته باضطراب. لا، بل بارد كالثلج وشديد التنظيم والتحكم في النفس، ومزهو بهذا أيضا. فالتوى فمه الجميل. لقد ربوني على أن أكون قويا، وحذروني من الضعف أمام أي امرأة. زيجات أبي وجدي الفاشلة ملأتهما المرارة، وعندما تبدل جدي كان الأوان قد فات على التأثير فيه. ولهذا السبب كتب تلك الوصية الغير معقولة، كانت آخر محاولة منه لكي يقنعني بأنني إذا جازفت فسأتمكن من كتابة تاريخ الأسرة من جديد وأنتهي بزواج سعيد. فقالت وهي تغالب دموعها: حسنا، لم يعد ثمة حاجة لهذا الجدال، لكن قصر كاستيلو بقي للأسرة على الأقل. أريدك أن تعلمي أنني كنت في طريقي لرؤيتك عندما اتصل بي بول. احمر وجهها شاعرة بالإهانة. لماذا يساند الرجال بعضهم البعض دوما؟ فقال ساخرا وعيناه في عينيها: تملكنا الذعر عندما فهمت أي نوع من المستندات تريدينه، كما تملكني الخجل وأدركت على الفور أنني من دفعك إلى ذلك. أخذت تتفحصه بعينين متسعتين مرتبكتين. ما الأمر معك؟ لماذا لم تشعر بالسرور؟ ولماذا تشعر بالخجل؟ أردت أن أوقع على تعهد بأن لا أرفع عليك أي دعوة أطالبك فيها بالمال أو بأي شيء آخر تملكه. لكن هذا خطأ، فلديك كل الحق في أن تشاركيني فيما أملك. بل هذا سيؤكد لك مرة وإلى الأبد أنني لا أريد ولا أحتاج إلى شيء منك. أخذ نفسا عميقا ممزقا ووقف منتصبا. لقد اتهمتك بأنك تبحثين عن الثراء، لأنني أستطيع بهذا أن أتجنب الحديث معك عن شعوري نحوك. رفعت حاجبها. لم أفهم. عندما كنت فاقدا للذاكرة تعودت على وجودك قربي، وعندما استعدت ذاكرتي تملكني غضب عارم منك لأنك جعلت مني رجلا أحمق. هذه الإدانة الصريحة جعلت الشحوب يعلو وجهها وقالت: لم يكن هذا قصدي، ولا يمثل رؤيتي لما يحدث بيننا.
استطعت أن تخدعيني ولم يعد لدي ثقة بقدرتي على تفهمك. بدا التوتر واضحا على جسده الجبار، ثم استدار مبتعدا عنها. مهما بلغت عدم ثقتي بك، إلا أنني ما زلت أريدك أن تعودي إلي، ولا علاقة للأمر بالرغبة الجسدية. بدا الانتعاش على هيلاري لهذا الاعتراف المبشر بالخير، وقالت: لكنك لطالما أردتني أن أظن أن علاقتنا تقتصر على ذلك. توترت أساريره. كنت أخفي مشاعري، كنت... وقطع كلامه ثم هز كتفه بإحباط. كنت ماذا؟ كنت خائفا، هل فهمت؟ اعترف بهذا رغما عنه، وكأنها كانت تسدد إليه فوهة بندقية. كنت خائفا، عرفت أحاسيسا لم أشعر بها قط من قبل، ما أفزعني. لكن عندما ذهبنا إلى سيردينيا كان اضطرابي قد بدأ يهدأ، بدأت أشعر بالارتياح وعدت أثق بك من جديد. فتحت فمها مذهولة، ثم اعترفت لك بأنني حامل. ومرة أخرى تكتمت على أمر يخصنا، ليتك شاركتني هذا الخبر على الفور. أمضينا ذلك الأسبوع كله معا، وأقرب إلى بعضنا البعض مما سبق، بينما أنت تخفين عني أنك حامل بابننا. لقد صدمني ذلك للغاية، وجعلني أتساءل عما قد تخفينه عني أيضا. لكنني كنت خائفة فقط من رد فعلك. بدت محاولتها الدفاع عن نفسها ضعيفة جدا، لأنها أدركت أن ترك راؤول جاهلا بأمر حملها زعزع ثقته بها مرة ثانية. تشابكت نظراته بنظراتها المرهقة. أردتك أن تكوني صادقة، لكنك لم تكوني كذلك، ففقدت الثقة بقدرتي على الحكم بشكل صائب، ومنذ ذلك الحين أصبح كل ما حولي هشيما. فقالت بتعاسة: ليست جريمة تستوجب الشنق إذا لم ترغب بطفل لا تريده مني. بل أريد طفلنا بكل تأكيد، لكنني كنت خائفا من أن أمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إنني في حالة صراع مع نفسي منذ ذلك الحين، ورغم أنني كنت مصمما على البقاء معكما أنتما الاثنين، إلا أنني كرهت فكرة أن تبقي معي فقط لأنك حامل. هل ترين في هذا حماقة؟ فتمتمت بأسى. لا، كان هذا شعوري أنا أيضا. حاولت جهدي التحكم في نفسي، لكن الزمام أفلت من يدي، وانتهى بي الأمر باتهامك بما لم أكن أنا نفسي مقتنعا به. كنت أعلم أن الطفل من صلبي، لكنني لم أشأ أن تظني أنك آذيتني مرة أخرى، لهذا قررت أن أجرحك أنا أولا. تكلم بندم صادق فيما راحت هي تصغي بمزيد من الاهتمام إلى هذا الاعتراف المدهش. هل جرحته؟ هل قال حقا هذه الكلمات؟ وهذا يقول: قاومت شعوري نحوك منذ ذلك الحين، لكنني لن أستطيع ذلك بعد الآن. حاولت أن أعتاد مقاومتك، ولكن... فهمست تقول: أنا لست مرضا يا راؤول. عدم رؤيتك هو الشيء الوحيد الذي نجحت فيه، وفجأة رأيتك تنزلين لتناول الفطور مرتدية تلك العباءة. عندئذ أدركت أن محاولاتي لمقاومتك فشلت كليا. لكنك آذيت شعوري. نعم، وأنا آسف لذلك، كنت غاضبا من نفسي وليس منك. ترى غضبي لأنني لم أستطع أن أتحكم برغبتي فيك، لهذا لجأت إلى السخرية. وكانت هذه هي القشة الأخيرة التي قسمت ظهر البعير كما يقول المثل. فقال بسرعة: لن يحدث هذا مرة أخرى، هذه المشاعر جديدة بالنسبة إلي، وتقبلها ليس بالأمر السهل. أتظنين أن بإمكانك أن تمنحيني فرصة أخرى؟ اغرورقت عيناها بالدموع، وهزت رأسها ومشاعرها فائضة بحيث لم تدعها تنطق بالنفي، وأمسك بيديها المتشابكتين. أرجوك. ومرة أخرى هزت رأسها وقالت وهي موشكة على البكاء: لا أريد رجلا يعتبرني درجة ثانية بالنسبة إليه، وعليه أن يقاوم حتى رغبته في. الأمر ليس بهذا الشكل،
لو اقتصرت المشاعر على الناحية الجسدية لما تدهورت أموري إلى هذا الحد. إنني مرتاح تماما لهذه الناحية من علاقتنا، لكن المشكلة تكمن فيما لم أتعود عليه. ألا تدركين كم تعنين بالنسبة إلي؟ وأمسك بيديها بلهفة، وعيناه اللامعتان تخترقان عينيها برغبة عنيفة. لقد قلت هذا في سردينيا، قلت إنني كنت سعيدا جدا حينما عشت حكاية هذا الزواج الخرافية، وكنت على حق، فأنا لم أشعر في حياتي بمثل تلك السعادة التي شعرت بها حينذاك. ذهلت هيلاري لهذا الاعتراف بينما أردف. يمكنك إذن أن تتصوري حالتي عندما علمت أن القصة الخرافية لم تكن سوى حلم. ظننتك تحبينني، وقد تعلمت أن أحب تلك الفكرة. أحقا لقد أحببتك؟ نعم، لم أعرف الحب من قبل، فلم أدرك لسوء الحظ ما سبب الاضطراب في مشاعري. بل قل الانسجام في مشاعرك. صححت له كلامه وهي تصغي بلهفة إلى كل كلمة ينطق بها. حسنا، لم أجد في ذلك انسجاما في بداية الأمر، فقد كنت تعيقينني عن عملي. وهل فعلت هذا حقا؟ نعم لقد فعلت ذلك، كان ذهني ينصرف إليك حتى أثناء الاجتماعات الهامة. هذا أكثر مما كنت أرجوه. وغرورقت عيناها بالدموع وأحاطت عنقه بذراعيها. وأنا أيضا أحبك كثيرا، وسأجعلك أسعد رجل في الدنيا. سحقها بعناق عاطفي أفصح من أي كلام، وبقيا متعانقين مستمتعين بهذا التقارب الذي كانا يخافانه هما الاثنين وسيستمر إلى الأبد. ما أروع ما جعلتني أشعر به. أترى حبك لي ليس بالأمر السيء تماما؟ بل هو كذلك، إذا بقيت تهربين مني وتهددينني بالهجر. لن أهرب بعد الآن، ولن أهددك بالهجر مهما جننتني. أحنى رأسه الجميل واختلس قبلة واحدة رقيقة جعلتها تشرق بمشاعر الحب. نظر إلى وجهها المرفوع إليه بعينيه الذهبيتين اللامعتين وقال: منذ 4 سنوات لم أكن أظن أنك ستشكلين خطرا على نمط حياتي العزوبية التي كنت أعتز بها. حينذاك لم أكن ناضجة بالنسبة إليك، لكنني وقعت في غرامك منذ أول مرة رأيتك فيها. وأنا لقد انجذبت إليك بقوة بالغة، لكنني لم أشأ أن أعترف حتى لنفسي، وهذا هو سبب ترددي إلى الصالون حيث كنت تعملين. وعانقها مرة أخرى فأغمضت عينيها حالمة فيما أضاف: عندما انتهى حفل الزفاف ذاك لم أعد أثق بنفسي حين أكون بجانبك. أصحيح هذا؟ صحيح، نعم، الزواج منك أبعدك عني، لكنني احتفظت بصورتك في محفظة نقودي طيلة 4 سنوات. اتسعت عيناها الكبيرتان وأشرق وجهها سرورا فيما ارتسم الحنان على وجهه. أحب أن أراك في ثوب زفاف ترتدينه من أجلي. علينا أن نفعل شيئا ما في هذا الخصوص. علينا أن نجدد عهود الزفاف ونبارك زواجنا. فقالت وقد تملكها التأثر: كم سأحب هذا، لكن عليك أن تنتظر إلى ما بعد ولادة الطفل. فسارع يقول من دون تردد: كلام فارغ. بعد 11 شهرا جدد راؤول وهيلاري عهود زواجهما في كنيسة صغيرة تبعد ميلا واحدا عن قصر كاستيلو. حملت هيلاري ورودا صفراء وارتدت ثوب زفاف رائع بصدر مطرز وتنورة واسعة. لم يكن العروسان السعيدان ينظران إلا إلى بعضهما البعض. وتلا الاحتفال وجبة طعام رائعة وحفلة كبرى. أعز صديقاتها بيبي وتابي حضرتا مع زوجيهما أندريو وكريستيان، كما دعيا بول وآنيا للمشاركة. وكانت آنيا وهيلاري قد أصبحتا صديقتين حميمتين كحال زوجيهما، وحضرت أختها إيما. أما ضيف الشرف فكان بيبيترو أصغر عضو في أسرة الساباتينو.
لكن وبما أنه لم يكد يبلغ الشهر الثالث من عمره، ولا يهتم على الإطلاق بمثل هذا الاحتفال، فقد نام معظم النهار. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، وضعت هيلاري ابنها في سريره في غرفة الأطفال الرائعة التي أشرفت على تأثيثها له ببهجة كبرى. كان لابنها شعر أبيه الأسود وابتسامة حلوة تثبت أنه يتلقى رعاية كافية. لم تستطع أن تصدق أنها وراؤول يكادان يحتفلان بعيد زواجهما الغير الرسمي الأول، وابتسمت لنفسها شاعرة بالأمان والرضا أيضا. لقد أمضيا الكثير من الوقت في قصر كاستيلو، حيث كان الزمن يمر ببطء، كما قلل راؤول من أسفاره أثناء حملها ودللها بشكل جنوني. تمتم راؤول بصوت أجش من على بعد أقدام معدودات منها: رائع. ألقت هيلاري نظرة فخر على ابنهما النائم. نعم، إنه طفل جميل فعلا، أليس كذلك؟ فأحاط خصرها بذراعه. لم أكن أتحدث عن بيبيترو. حقا؟ أخذت تتأمل ملامحه السمراء الوسيمة، ولاحظت نظرة الاستحسان في عينيه، فتسارعت دقات قلبها وجف فمها. بدوت في غاية الجمال الليلة، كم كنت فخورا لأنك زوجتي. هل تدركين أن هذه الليلة توازي ليلة عرسنا الماضية التي لم نستمتع بها قط؟ وهانت ساقاها ومالت عليه من دون خجل، فيما تأوه هو وحملها إلى غرفة نومهما. همست بدلال وقد تملكتها الإثارة. أما زلت تحبني؟ أشرقت ابتسامته الحساسة بحرارة لها وحدها. بل قولي إن حبي لك يزداد يوما بعد يوم. وبقلب مفعم بالفرح، أحاطت عنقه بذراعيها ثم جذبته إليها.